شكرا سيادة النائب. السيدة النائب دكتورة لميس جابر. حاضر. لا رقم 10 مش انت، والله والله العظيم رقم 10 مش انت. رجائي الخاص ما فيش داعي، لاني الا اذا كنت انا مش عارف اقرا الاسماء، ده قصة تانية. اتفضل يا دكتورة. كله هيتكلم بس مش بالطريقة دي، هذه طريقة تضيع الوقت.